نلجأ إذن إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، البعض يعتبرها موت بطيء كرويا. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تسديدة قوية وجميلة، الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. كرة ضائعة مرة أخرى. مع هذه الركلة هل ينجح في تعميق جراح الخصم؟ يلعبها مباشرة في منتصف المرمى. الآن الفارق ركلتين، يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بداري أنه مستحيل التصدي لها. الكرة تصطدم في القائم، الارتياح كبير على حارس المرمى. الدور الآن على ثالث اللاعبين. سددها على اليسار، يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات، كرة في المرمى. الآن الدور على اللاعب الرابع. هذه كرة في المرمى، 3-3، الأجواء نارية مشتعلة الآن. الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. الآن الدور على خامس اللاعبين. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الآن الدور على اللاعب السادس. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. ومع اللاعب السابع. الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس. كريستيانو رونالدو هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. يا لها من طريقة صعبة جدا في الخسارة، الحظ كان له دور كبير فيها، الحارس حاول أن يفعل شيء لكنه الآن يشعر بخير.